نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الصغرى التابعة لمركز كفر سعد، ذلك ضمن جهود مبادرة حياة كريمة. يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. الخدمات المتميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة من خلال الكوافر الطبية، ان احنا بنسعى الى ان احنا نعمل حالة من الإفضاء للناس والجماهير على الخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة من خلال الكوافر الطبية. بنسعى الى ان احنا نقدم من الكوافر الطبية خدمة طبية متميزة، والهدف من الكوافر الطبية ان احنا بنصل بالخدمة الصحية الى اماكن تواجد المواطنين في اماكن تواجدهم، وده بيتاتى من ان احنا النهارده موجودين في قريه ابو سعاده الصغرى مركز كفر سعد محافظه دمياط. القريه داخله تطوير كلي للمدارس والوحدات الصحيه بتاعتها والشبكات المياه والصرف ضمن المشروع الرئاسي مبادره حياه كريمه. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المبادره الصحيه حياه كريمه بالمرحله الاولى. القافلة العلاجية بتقدم خدمة مميزة من خلال وزارة الصحة، وهي إن هي بتوصل العلاج أو الخدمة الصحية في الأماكن البعيدة للمواطنين اللي مش بيقدروا يوصلوا للمستشفيات المركزية، سواء كان للكشف الدوري أو سواء كان لاكتشاف الأمراض، الكشف المبكر لاكتشاف الأمراض. الحاجة الثانية كمان إن هي الخدمة مجانية تماما، بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. حاول طبعا كل فتره ان احنا بنزود الخدمه يعني للمقدمه، وبنرفع من جودتها بحيث ان هي تتماشى مع قيمه المواطن المصري واهميته بالنسبه للدوله. قافله عندنا النهارده في ابو سعاده الصغيره وعامله الواجب ومظبطين الدنيا، وجيت كشفت مسالك بوليه وكشفت عظام وعاملين الصح وزياده، والعلاج مظبوط ومية مية، وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، مظبط لنا العمل ومروق الدنيا، وربنا يخليه لنا ويصلح حاله.